هل يجوز الذكاء على الاخ؟ الاخت سام ذكرت ظروفه، يعني عنده مشاكل مع مراته وعليه قضايا واملاكه ما بيشتغلش، يعني ملوش علاقة لا عنده، قول له عنده شقة ليك وعنده عربية، بس العربية باظت، الشقة مراته واخداها تمام هتاخدها يعني. تمام يا حاج سام، اتفضل شيخ عصام. ملوش علاقة يا اخوانا، والله واحد عنده قضايا مع مراته فنديله الزكاة، ما لهاش علاقة. القرآن بين مصارف الزكاة، قال بالعموم فقراء المساكين عاملين عليهم مرض قلوبهم، الغارمين في الرقاب، ابن السبيل في سبيل الله، كل دي المصارف. هل الأخ ده ينطبق عليه وصف من دول ياخد من الزكاة؟ لا ما ينطبقش خلاص. أو واحد ما مغموم نفسيا يديله من الزكاة؟ واحد مريض، المرض مش من علامات الفقر أو الغنى، لا، الغني بيعيا والفقير بيعيا، الغني بيموت والفقير بيموت، الغني بيتيتم والفقير بيتيتم. يعني ممكن واحد غني جدا ترك أولاد، يقول لك ده يتيم، يتيم نحسن إليه، نعامله معاملة حسنة، لكن نعطيه الزكاة؟ لا، إلا إذا كان اليتيم فقير. فإخواننا لازم نلتزم بالضوابط اللي الشرع حاطيها. أصل أمه بتديله معاش كويس، أمه مش عارف، لا هو ما بيشتغلش ليه؟ هو بيشتغل، ده عنده عربية ما يشتغل عليها ويشغلها، ده عنده شقة خدتها مراته ماشي، وعنده أملاك ولا لأ؟ عنده دخل يكفيه ولا لأ؟ إذا ما عندوش ويحتاج أو بيشتغل ما يكفيهوش، ما بقاش فقير، بقى مسكين، الذي لا تكفيه اللقمة واللقمتان. دي أوصاف ما ينفعش إن إحنا نقول والله أصل حالته تصعب على الكافر، تصعب على الكافر من حيث إيه؟ حالته النفسية ملهاش علاقة بالزكاة، ليها علاقة إن إحنا نحسن إليه، نعالجه، نطبطب عليه، نواسيه. إنما الزكاة لها علاقة بشروط وأهداف محددة واضحة في تمام مصادر.